ايه ده؟ مين الحماية اللي عمك ده؟ ايه؟ اضربه؟ ما تقولوش ان انت مش انا. امال مين؟ انت مال اهلك؟ ما علينا، قبل ما احط يدي في اي حاجة انا يوميتي 300 جنيه، ولو العفيد فيهضني هاخد 450 جنيه، وانا قديم حاسبك على الخامات بس، ومش هنختلف في المصنعية. وقدرتي يا خير. وما تنسوش طياد وهديس. بسم الله ما شاء الله، ونقاش كمان. ابو مناسبة النقاشة يا كبير، اللي عامل لك البيت ده نقاش شغله مش نظيف، انا بعد ما اخلص موضوع العفيد ده هاخد لك البيت وشين على نظافك ده. اهدى يا كبير. اطخه. اهدى اهدى بس اهدى. بص يا اسطى الشيخ عماد، يعني شوف لنا موضوع العفريت ده الاول، وبعدين نبقى نشوف موضوع النقاشه والحاجات دي. ومين هيحاسبني؟ استفض وانجز، لا بعتك تتحاسب. اكتم اكتم يا خال، انا خابر الوشي ده زين. اطلع يا عفريت، اطلع يا عفريت. ماسك ده؟ ايوه، ما هو لازم يستخدم معاه اللين الاول. اسخن يا خال اسخن. اطلع يا عفيت، اطلع يا عفيت، بدل ما الفحك بالقلم اطلعك بالعافيه. واحد الله يا خال ماسك ده. استنى، انت ما تعرفش الاشكال دي. اطلع بدل ما احرقك. هحرقك. هتبوظ الفروه دي. اولع فيك. اطلع يا عبيط هيحرقك، اطلع بسرعه. عاجبك ستكم الرخيص ده؟ سيبني هجيص، انا عارف الاشكال دي زين. عم شيخ ما تتغباش، ما تتغباش. ده زعله، زعله عفش. زعله عفش على نفسه. شيخ عماد، خالو 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 فين يا كبير؟ كان العفريت خطف العالم موازي. طب اروح له كيف؟ هو ده وقت غباوة. ايه الصوت ده؟ ده أنين خالو، حبيب خالو، هدرس عدة خالو. يا لهو باله. خالو خالو، سلامتك يا خالو، سلامتك. ما قلت لك زعله عفش. زعله عفش على نفسه، على نفسه. خلاص يا خالو خلاص، هي دي اول مره تنضرب يعني من عفريت؟ هو متعود. يعني تصدق بالله لا اله الا الله، انا لو في مصلح تاني كنت دغدغت العفش ده على دماغه، بس عفشك ما يتحملش. انا ممكن اخلص موضوع العفيت واشد لك العفش ده شده زين. هو ده وقت التنجيد يا متر عماد. شوف انا هديك نصيحه لله، ركز في شغلانه واحده بس. ده حتى المثل بيقول ايه؟ صاحب بالين كذاب، وصاحب ثلاثه منافق، فما بالك عاد بصاحب 20؟ يبقى ايه؟ معيش افسر عشان حدانا حريم. يا استاذ الشيخ عماد، خلصنا من موضوع العفريت ده، ما تقصرش رقبتي.